اه مصلي على صح. محمد. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، سفكوا دماء محارمهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدن الحقوق إلى أهل إلا أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاه الجلحة. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم. اتقوا الظلم، الظلم يعني الواحد لو ياخذ الفكرة يقدر يعبرها بطريقته الخاصة. يعني الظلم ظلمات يوم القيامة، صعب انك تظلم اخوك المسلم او تبيع عن طريق مزح، تاخذ مثلا صالح، اجي انا صالح ابي امزح واقول ماذا عبد الرحمن عزيزي ما كان ما سوى شيء ولا ها، قلت ترى صار لك كذا وكذا وسوى كذا، ما قال ابي اضحك انا وياك، ترى تعتبر ظلم انك ظلمته بهته. او ما لقى له ثوب ولبس ثوب فلان وطلع قصير عليه بس من باب الضحك وهو ما لبس الثوب، فهذا ظلم، تظلم اخوك المسلم. فهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يسلم. والله العظيم قدر ما نقدر. تدري وش مكسبي في البرنامج ذا؟ اني ودي اني مثلا اعلم واحد يجهل حاجه، يعني قد يكون في الصلاه يجهلها اعلمه، ارسل له، او في التكبيره، او في الاذكار بعد الصلاه، او في الصدقه. الربع ترى الصدقه شيء ثاني والله العظيم، تدبل عشرات اضعاف الصدقه. ولا بشق تمر، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أشياء بسيطة ترى بس صدقة. حاول إنك تثث نفسك، يعني القبر ذا، حاول في مخيلتك إن القبر ذا إنك تحاول تكون تخليه بطريقتك، مو بإنه مجرد حفرة لا، حاول إنك بصدقاتك ترممه، بصدقات بدعائك بذكر الله بالاستقامة والصلاة في وقتها، انك تخلي القصر ذا تبنيه في مخيلتك، انك تبنيه بناء وجداره. انك والله يا الربع تبغى اقول لك شيء ما ادري هذه ضدي او علي، والله ما اعلم نصا في الدين ما اعلم، لكن جاء في بالي طريقة. قلت يا اخوي القبر انا ليه ما احط في بالي ان الصدقات تبرد علي قبري، فخلني اكثر من الصدقات علشان تبرد القبر علي، بمجرد مخيلتي انه مكيف لي في القبر، عرفت؟ كيف احط لي شيء من تحتي علشان ما توجعني الارض؟ قد يكون من ايش؟ من ذكر الله او ذكر الرسول، اكثر الاذكار فبكون لي مثل الحافلي. هذه في مخيلتي انا سويتها، صار كل يوم اقول لازم ابرد التكييف، لا سمح الله يمكن اموت، خلي القبر بارد علي، فتصدق اتصدق 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 زي كذا الفكر، بس ما ادري هي ضدي او علي او غلط. ايه فكرة حلوة صح؟ انت جبت الطريق باسلوبك الخاص. باسلوبي الخاص اللي يعطيني بس كلام دافع صحيح. معنوي. اي والله بس كلام صحيح اكيد، الاعمال الصالحة والإضاءة والصلاة نعم، والاضاءة عندي في القبر عشان ما يكون مظلم، قد يكون بر الوالدين. اتعب على بر، ترى بعض الاباء والامهات يجيبون العيد في عيال بالقوة، تخلي ولدها ولا يخلي ولده يعصاه ولا يعق، طريقة الأب والأم يعني ينفرز لين أما يرفع صوته عليه، فلا ترى يجب على الأب والأم أن بعد يحن على الولد عشان ما يعقه، يحاول يدور له الطريق عشان ما يعقه. فأنت بقدر ما تقدر خلك بار في أبوك وأمك، وكل ما زودوا عليك وضغطوا عليك انبسط زيادة، لأنك قاعد تحارب نفسك في أكثر أجر. الله يجعلنا من البارين. الله يجزاك خير يا مسلم، الله يجزاك خير. والله نادي معي احيانا احيانا تجي